هل قلت انا في شروطي هل هنالك شرط تعجيزي؟ قلت ما كاين شرط تعجيزي على حسب رايي. ممكن جدا هم يشوفوا باللي شرط تعجيزي رحيل الحكومه، حكومه بدوي يعني بدوي وعلى هذا نبي منزل مرسل، هو شخص مثله مثل الباقين. بدوي الناس يرفضونه، كيف يعني؟ وكانك تبتزني وكانك تستفزني عندما تبقي على بدوي 6 شهور. وانا اقول لك طيب سؤال، حكومه بدوي من الذي نصبها؟ من الذي امضى عليها؟ اليس بوتفليقه؟ هل يعقل اننا نحيل بوتفليقه ومن نحوش الحكومه تاع بوتفليقه؟ ولكن من مصلحه البلد ان تكون حكومه تكنوقراطيه تسير مع هذه الموجه الطيبه المباركه التي تريد الوصول الى انتخابات رئاسيه حره ونزيهه، ونعطيه الاطمئنان للشعب.